ازيكم يا حلوين؟ فيديو جديد النهارده، فيديو مشتريات ميك اب وسكين كير، وجايباهم باسعار حلوه قوي. كملوا معايا الفيديو عشان تعرفوا انا جبت ايه وايه الاسعار. اول حاجه جبتها هي الاي شادو بريتي وومن الايس كريم، طبعا كتير جدا عارفينه. على فكره هو حلو قوي، انا اصلا البالت دي مش جايباها ليا، انا جايباها لاختي. معايا بالت تانية بتاعتي بستخدمها، بس دي جديدة انا جايباها اصلا لاختي. اوريكم بتاعتي اللي انا اصلا بستخدمها، يعني حلوة قوي يعني، وكمان درجاتها جميلة قوي. اهي درجاتها، شايفين الالوان تحفة قوي. فيها هي الالوان الشيمر والمات والجليتر، اللي ما يعرفش ايه الالوان المات والشيمر والجليتر. الشيمر اللي هو بيكون ده، الجليتر بقى اللي هو بيكون زي كده اللي هو بيكون فيه حبيبات، والمات اللي هو بيكون ما فيهوش اي لمعه. بس سعر البالت دي طبعا انا جايباها غاليه، يعني انا لما جبتها لما كانت نازله، انا دي جبتها لما كانت نازله، جبتها كانت رخيصه شويه، كنت جايباها بمية. اما طبعا بقى عشان زي ما احنا عارفينها مبقتش موجودة في السوق عشان طلعت ترند، فسعرها اصلا دلوقتي غالي جدا. المحلات اللي عندهم مركونة عندهم ما تبعتش، مغاليين جدا سعرها. يعني انا دي جايباها بمية وتمانين، بس هي فعلا تستاهل المية وتمانين، انها حلوة جدا. تاني حاجة انا كنت جايباها، كنت جايبة برضو اي شادو بريتي وومن ده، ده 32 لون، هو كله مط. هوريكم برضو درجاته اهو. الناس اللي مش بتحب الشيمر والجلسر ده هينفع معهم قوي، لان هي كلها مط. سعر البالت دي كان 80 جنيه. بعد كده بقى انا جبت بلاشر مايت سينما اللي هو البالت. على فكرة يا بنت انا ده جربته، طلع جميل جدا، تحفة حلو قوي. يعني من اول مره استخدم بلاشر ويكون ثابت معايا. ده غير كده، استنى اوريكم كمان درجاته جميله قوي. يعني ده غير ان هو كمان ثابت، لا درجاته كمان تحفه، وكمان سعره رخيص قوي اهو. شايفين درجاته تحفه تحفه قوي، كلها درجاته جميله، مفيهوش لون مش حلو اهي. سعر البلد دي كان 75. استنى اوريكم بيجمنت درجاتها، لان هي كمان بيجمنت قوي. يعني بصوا مثلا اللون ده، شايفين مش عارف، مش ده اللون مش واضحه، هي كده تقريبا كده واضحه اكتر. بس لا هي فعلا مطلعه كتير قوي، مش زي في الكاميرا، في الكاميرا مش واضحه خالص. بس هي لا، هي بيجمنت جدا حلوه قوي. انا لما جبت البالت دي وجربتها وعجبتني، كان هما كانوا برضو منزلين بلاشر صغير زي كده ده، فلما لقيته حلو نزلت جبت بقى من البلاشر الصغير ده. اصلا كان رخيص، كانت الواحده كانت ب20، فكان حلو قوي اهو. درجاته في منه 8 درجات، بس انا جبت 4 بس. انا جبت الدرجات اللي هي مختلفه عن الموجوده في البالت، يعني دي 102 ودي 101. 101 دي رقيقة قوي، حلوة جدا اهي. بعد كده جبت درجة ليه برضو 107، اهي درجتها. بعد كده 105، اهي 105. 105 خوخي، حلوه قوي، والواحده كانت ب20. على فكره هو نفس الكواليتي بتاع البلد، يعني مفيش اختلاف. بعد كده جبت الليكويد اي شادو بتاع مايت سينما، انا جبت بس منه 3 درجات، ما كترتش عشان انا ما جربتوش، عايزه اجربه الاول اشوف اذا كان هو يستاهل ولا لا، او بيخطط فوق العين ولا لا. فجربه، لو عجبني هجيب منه تاني. انا بس جبت منه درجات 207 و203 و209،
وريك الفرشة بتاعته شكلها عامل ازاي من جوه. هسيب لكم برضو سواتش للدرجات دي في اخر الفيديو، هيكون سايبه لكم السواتش للدرجات. وده كان الواحد كان عامل 30 جنيه. بعد كده جبت الليكويد ستيك ده من مايت سينما. انا اصلا مش بحب الروج اللي هو الستيكل زي كده، بحبه السالم بيكون ثابت اكتر. بس انا لما جبت ده من مايت سينما نازل جديد اجربه واشوفه. جبت منه درجتين، درجة 206 و205. برضه هسيب لكم السواتش للدرجات دي في اخر الفيديو. والروج ده كان عامل 15 جنيه. بعد كده بقى جبت بقى الهايلايتر بتاع بريتي وومن ده 3 درجات نازل جديد. اصلا علبه صغنونه كده، انا جبتها عشان تنفع مثلا في سفر او حاجه، يعني كل العلب الهايلايتر اللي معايا كبيره. كان دي صغنونه، شيل بس الورقه دي عشان الدرجات تبان اهي. هي 3 درجات فيها السيلفر والجولد والبينك، درجاتها كلها حلوه قوي. والبالت اصلا كانت رخيصه، كانت ب35، فيعني حلوه قوي. وانا كنت مجربه الهايلايتر قبل كده بتاع بريس هومن، فهي حلوه جدا بالنسبه لسعرها. بعد كده جبت بقى المثبت بتاع بريتي ومايت سينما قصدي. ده بقى مش بس مثبت، هو كمان فيكس سبراي، يعني هو الاتنين في واحد. هجربه واعمل لكم عليه ريفيو. كان سعره كان 40 جنيه. بعد كده جبت بقى 4 درجات كونسيلر مايت سينما اللي نزل جديد. انا اصلا احلى كونسيلر جربته وحبيته هو كان كونسيلر مايت سينما، جميل جدا. دي ال4 درجات بتاعته. انا ليه جايبه ال4 درجات؟ انا بحب اجيب درجه كنسلت الهالات، فهي اغمق درجه فيه اللي نقدر بنكنسل بيها الهالات، هي درجه 4 اهي. هي درجته غامقه طبعا ولسه مقفول، انا ما جربتهوش اهو، لسه ما جربتوش. بس انا كده كده اصلا جايبه من مايت سينما اشكال كتير من الكونسيلر بتاعهم، كان تحفه حلو قوي. دي 103 انا جايباها، قصدي 104 جايباها كنسلت الهالات. 103 دي انا بحطها كده عادي كده لوحدها، بس بزود عليها نقطه من 101 عشان انا بحب ادمج كمان كذا درجه كونسيلر اهو. هي بيكون كده مش سفنجه او ابليكيتر. افكر الكونسيلر في الكفر مكتوب عليه، مكتوب عليه ان هو مط مفيهوش اي لمعه. بعد كده جبت بقى منه درجة 2. درجة 2 دي درجة فاتحة يعني زي واحد كده بالظبط، بس بتكون على اصفر، فحلوة قوي اهي. برضو شكلها من جوه. درجة 1 دي بقى فاتحة قوي للتنوير، بس انا مش بحطها كده لوحدها، انا بدمجها مع واحد تاني، مع درجة اغمق منها. حلو جدا الكونسيلر، اي كونسيلر مايت سينما كنت مجربه السفنجه كان تحفه تحفه تحفه. الكونسيلر ده كان عامل 30 جنيه. بعد كده بجبت بقى البلاشر الكريمي بتاع كارت اهو، شكله من جوه كان ب30. وفي منه درجات كتير برضو، سواتش الدرجة هسيبها لكم في اخر الفيديو، والسواتش بتاع الكونسيلر برضو الدرجات كلها هسيبها لكم في اخر الفيديو. بعد كده بقى جبت ماء مسرر بتاع نيتروجينا اهو، ده كان عامل 100 تقريبا، كان عامل 100 او 110 في الحدود دي، بس انا مش فاكرة سعره بالظبط. جبت ماء مصر برضو بتاع نيترو بتاع جرنية، قصدي بتاع جرنية كان عامل 140. فكده بقى جبت المقشر بتاع سانتا ايفس. على فكرة ده مش اول مرة اجيبه، دي تاني مرة اجيبه. على فكرة المقشر ده حلو جدا جدا، فظيع، لا جميل جدا، جربوه بالذات اللي هو ده الشكل ده، بينفع قوي مع البشرة اللي فيها حبوب لانه بيساعد على علاج الحبوب برضو. وكان سعره كان رخيص، كان ب75، ما كانش غالي خالص. جبت بقى المرطب بتاع نيفيا، هو مش مرطب بشرة، هو مرطب للجسم، مكتوب عليه ان هو كريم للجسم. حلو قوي، دي لعبوه صغيرة كانت عاملة 30.
بعد كده انا جبت الكليم بيت دي، طبعا كلهم عارفينها، هي كانت ب5 جنيه. جبت المرايات الصغنونة دي، شكلها كيوت قوي للشنطة. ايه شكلها؟ كانت الواحدة كانت ب5 جنيه. جبت بقى بعد كده مصحح الحواجب بتاع ام ان، ده بقى مصحح الحواجب بتاع ام ان، بيجي معاه كده القلم وهو اهو درجتين اسود وبني، بيجي معاه برضو الفرشة بتاعته، ده كان عامل 25. وجبت برضو المخمارية بتاعت فريدة، المخمارية دي بستعملها من زمان وثابتة جدا في الجسم، تنفع كمان للشعر، بس انا طبعا مش بحطها خالص على شعري، انا بستعملها بس لجسمي. حلوة قوي، ب10 جنيه. وجبت بقى ايه، الشيت ماسك الكوري، طبعا اكيد كلكم عارفينه، انا بحبه قوي لما اجي من تنظيف بشرة، بيكون حلو قوي. هو اصلا مش بيعمل حاجه للبشره غير ان هو بيرطب، في ناس تقول بيحفز الكولاجين في البشره، مفيش الكلام ده، انا مش اول مره اجيبه، ومش بيعمل اي حاجه خالص غير ان هو بيرطب البشره مش اكتر. دي الانواع اللي انا جبتها منه، هو كان الواحد كان عامل 20. دي بقى فرشه اللي بتاعه الماسك، اللي هي توزيع الماسك، كانت عامله 10 جنيه. بس كده، دي كانت مشترياتنا النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي كومنت وقولوا لي حابين ايه الفيديوهات اللي جاية، اعمل لكم ايه. بس كده.